خديجة أهلا. أهلا ربيعة. تبغي راسك تقدمي راسك، يعني الاسم نتاعك والعمر نتاعك والبلاد والبلاصة اللي زدتي فيها، ومش شحال من سنة انتي هنا في هولندا؟ واخا الاسم ديالي خديجة حمامي، السن ديالي 40 عام، وخلقت في مدينة تطوان. ومني جيت أول مرة هولندا هذه تقريبا 24 عام، في 78. مثلا قلتي دابا انت عندك 40 عام، وهذه 24 عام اللي انت هنا في هولندا. تقدري ترجعي معايا للوقيته اللي كنتي في المغرب، يعني البلاصه اللي كنتي ساكنه تما، مع من كنتي ساكنه، وكيفاش كانت الدار، وكيفاش كانت الحومه اللي كنتي ساكنه فيها؟ كنت كنسكن في طبعا في مدينة تطوان، كنسكن في العمارة في وسط المدينة، وكانت الحومة مزيانة، وكنسكن بغلط واحد الرياض مسمي رياض العشاق، بغلطنا الرياض، وكنا كنخرجوا مرة مرة نلعبوا في هذاك الرياض، فيه الحديقة، في حال الحديقة فيه الحيوان وفيه الحوت، وكيعجبنا فوق نمشيو تما، وخرجنا بغرقنا كنطلعوا عليه، ودائما كنحمقوا نمشيو نلعبوا تما مع العيال ديال الجيران. مش حال كان في عمرك، يعني كي كنتي تتخرجي تتشوفوا لهاد الحوت وهاد البلايص اللي تتلعبي فيهم، مش حال كان في عمرك؟ وكانت عندي 7 سنين 8 سنين. مع من كنتي ساكنة في الدار نتاعكم؟ كانوا خواتات ولا خوت اخرين؟ كنت كنسكن ملي كنت صغيرة مع با وما وخواتي، عندي 4، حنا 4 البنات وواحد الولد. تقدري تحكي شي حاجة على ديك الباطيمة اللي قلتي لي كاينة؟ مازال ديك الباطيمة في تطوان ولا لا؟ لا باقية، وعاد صلحوها اسبانيول، حيت هي اصلا بنوها كانوا اسبانيول قديم وماشي بزاف، بس دخلوا عليها اصلاحات. عمارة معروفة في تطوان. وباقي ساكنين فيها العائلة نتاعك ولا لا؟ نعم باقي ساكنة ما تما، باقي الوالدة باقي ساكنة تما. الوالدة سكنت مع أخوتي، كل شيء جوج، كل شيء مشان الديار ديالو. والحومة كانت اللي ساكنين فيها كانوا فيها الناس بزاف؟ تقدري تحكي شي حاجة على الحومة اللي كنتوا ساكنين فيها؟ الحومة اللي كنا ساكنين فيها تما 4 ولا 5 العمارات جاو لاصقين، وكنا زعما الأغلبية في حال العائلة، شي كيمشي عند شي، وكنت كنحس بهذيك الجيران، ماشي جيران، عائلة كنحس بهم. ما نجبرش يما في الدار ندخل عند جارة فحال الدار ديالي، وهما هيداك كانوا عاود كيدخلوا عندنا فحال عائلة وصافي. والعائلة كانت عندكم العائلة بزاف في تطوان؟ العائلة ديالنا كاملة في تطوان، العائلة لا جهة با ولا جهة ماما، كاملين في تطوان. وتقدري تحكي يعني كيفاش كانت العلاقة نتاعك مع الوالدين نتاعك؟ عشان نقول لك العلاقة كانت عندنا مزيانة بزاف، كان با الله يرحمه، با مات هذه مدة، يكون مات في 76، ولكن في هذاك الوقت اللي كان حي كان مربينا مزيان، وفي الشحنة ما خصنا حتى شي خير معاه، كنا الحاجة اللي نبغيوها زعما كيشريهالنا، وكيدينا نتسارى، وكيدينا البحر في الوقت البحر. وكيفاش كانت عندك العلاقة مع الوالدة نتاعك؟ الوالدة كانت كتزيرنا شوية، با كيف الشحنة الوالدة كتزيرنا، ولكن في المصلحة ديالنا، ماشي شي حاجة هادي، غا ما خصها شي، خصها الوقت القراية نقرا، وما كانتش تخلينا نخرجوا للزنقة نلعبوا، كنا نمشيو لهذاك الرياض يمشي معنا شي حد، ولا الله يرحمه كان كيمشي معانا يجلس في القهوة تما، وحنا كنبقاو نلعبو في الرياض. كيفاش حسيتي كي الوالد توفى الله يرحمه؟ ايوا صعيبة بزاف، باقي لي حد الآن ما نسيتوش يا عمري. لأنه شحال كان في عمرك كي الوالد توفى؟ كان 14 عام، 15 عام، 15 عام.
وانت هي الكبيرة عندك في الدار ولا كان خوت كبر عليك؟ تقدري تحكي شي حاجة؟ انا الكبيرة اللي كاينة في الدار، مغيا خاي عاد 3 البنات اخرين. ومنين ما تبى الله يحمو بقاو اخواتي كيشوفوا فيا فحال في المكان ديال الوالد الله يحمو. يعني بحال انت خديتي البلاصه ديال الوالد نتاعها. اه نعم. دابا عاد حكيتي في القصه نتاعك باللي يعني الشباب نتاعك تعقلي عليه مزيان، لان كنتو تتلعبوا بزاف وكنتو تتخرجوا عطله ياك. تقدري تعاودي شي حاجه اكتر من داكشي على الشباب نتاعك في ديك الوقيته؟ شغنقول نقول لك جوزت زعما بزاف، هذاك الشيء عمري ما نساه اللي جوزت، حيت كنت في الشحة كيقولوا مخنتة، لا من ناحية العائلة دبا ولا من ناحية العائلة دماما، حيت أنا الأولية في العائلة اللي خلقت من جهة دبا، ما كاينش خوت با عندهم ولادهم، فهمتي؟ صغار هيداك انا الاولانيه، ومن العائله د ماما عاود نفس الشيء، انا الاولانيه اللي كاينه، في ما كان شي حد ماشي شي بلاصه مزيانه حتى يجي مورا خديجه يديها معاه، في ما كان شي حد شرا شي حاجه مزيانه ولا شي حاجه، دائما خديجه خصها تكون كاينه، وخا بقيه صغيره كيجيو مورا يديوني. ولا عمتي عاود الله يرحمها كانت ملي كتكون ماشية عاود في العطلة الصيف عند الدار في القصر الصغير، كانت دائما كتجي مورايا تديني معاها، عاود كيتوحش لي با الله يرحمه يجي مورايا عاود تما عاود يديني. الو، حسب هذه الهضره تقدري توصفي واحد النهار من داك النهار نتاع الشباب نتاعك كيفاش تشوفي ليه؟ الا شتي مثلا ترجعي لهذيك الايامات، كيفاش تشوفي راسك وانتي مازال صغيره في هذيك الوقيته؟ كيفاش توصفي راسك؟ نقول لك زعما كنت الحاجه اللي تمنيتها ولا اللي بغيتها كاينه، كنت مفشحه بزاف، ما نقدرش نقول شي حاجه الا ويجيبوها لي ولا يعطيوها لي. وتقدري شي تحكي شي حاجة على السنين اللي دوزتيها في المدرسة تما في المغرب؟ قريت في المغرب في الاول، قريت في الحضانه في المدرسه كنا كنقولوا لها البابية كحل، كان عندنا هذيك بابية كحل، وهذيك قبل ما تخرج من المدرسة غير باش كنمشي نلعب ونتعلم شوية وهذه، ومو هذاك الشيء دخلت المدرسة من 6 سنين وقريت الابتدائي، مور الابتدائي طلعت من الثانوي، في هذاك الوقت كان من الابتدائي كطلع من الثانوية، قريت عامين في الثانوي، ومن بعد واخا نجحت طلعت هذاك العام الثالث ما كملتوش حيت تخطبت وجوزت في هذاك السن صغير ما كملتش على القرايه ديالي. تقدري تحكي شي حاجة على الصحابات والصحاب اللي كنتي تدوري فيهم ديك الوقيتة كي كنتي باقي شابة؟ الصحابات هذاك الوقت باقيين لحدنا الان، كي كنتلاقاو مع بعضنا ملي كنمشي للمغرب، هما كيفتشوا عليا وانا كنفتش عليهم، وما عمري نسيتهم ما عمري نساهم، جوزنا هذيك الصحبه زعما في هذاك الوقت كان هذاك الشيء رائع مزيان بزاف. شنو اللي كان مزيان في هذاك الشيء؟ شنو نقول، كنمشيو مع بعضنا للمدرسه دائما، كنعملوا هذيك اش كيقولوا الدروس اللي كيعطيونا نعدلهم في المدرسة، كنعدلهم مع بعضنا، كان تلقاو مرة مرة في الدار، كان نجلسو نلعبو ولا نشطحو ولا كل مرة كنمشيو عند واحد، واخا كنا باقيين صغار كنمشيو عند بعضنا ونقصرو مع بعضنا. هادشي اللي ما عمري نساه، جوزنا زعما ايام مزيانة. وكان عندك واحد الدور مثلا في الدور البيت تتعاوني الوالدة تتشقي معاها ولا لا؟ لا ولا شي شوية وصافي، ما كنتش كنعاونها. ما كنتيش تتعاونيها؟ الوالدة كانت تدير كل شيء. لا كان معنا البنت كتعاون في الدار، كاين اللي كيعاوننا في الدار. تقدري تعاودي شي حاجة على الخدمة للوالد والدور للوالدة؟
الوالدة مثلا ما كانش خدامة، ولكن الوالد شنو كان تيخدم مع الخدمة نتاعو؟ الوالد الله يرحمه كان كيخدم في الإدارة الموضة، كانت عنده الخدمة مزيانة. في الأول كان كيخدم في البلدية، ومن بعد خدم في الإدارة الموضة الماء والكهرباء تيتوان. والوالدة كانت ربة بيت، كانت عمل على الأشغال البيت هادشي اللي مرة كتخيط، كان عندها هواية كتخيط، كيعجبها تخيط. كانت تتخيط غير راسها ولا يعني تخيط حتى ناس اخرين يعني؟ كانت كتخيط الأغلبية غير راسها. كيفاش كانت يعني الا درنا واحد الفرق بين ناس اخرين تما وانتوما من ناحية المادة، كان لاباس عليكم ولا كنتوا بحال الناس، ولا تقدري توصفي شي حاجة على داكشي؟ من هذيك الناحية كنا متوسطين، ما احنا زعما تاجرين، ما احنا ضعفاء، كنا الحمد لله بخير. ندم لي كيكون كياكل ويشرب وكيلبس، والحمد لله ما كانش خصنا. وهذا الشيء ساندك مثلا في الطفولة نتاعك، باللي كما قلتي كانوا تيفشوك بزاف كي كنتي صغيرة، زعما تظني بلي داك الشيء لعب دور في الحياة نتاعك؟ لعب دور معلوم هذاك الشيء، ولكن شوية صعيب الفشوش مع الوقت، كتبقى تفكر في هذاك الشيء كتجبر. الحمد لله كنقول لي تبدلت وما بقيتش في هذاك الطريق اللي كنت ماشية فيها. بحالاش تقدري توضحي شوية الأمور؟ هو في حال كنت اللي بغيت خصو يكون، و ما خصنيش الخطأ ديالي، ما خصنيش يقول لي شي حد، لا مع خوتي ولا مع العائلة ولا اللي قلت خصو يكون. بغيت شي حاجة، شيت شي حاجة، بغيت نمشي شي موطة، اللي قلت صافي كيلبي وهلي، ما كاينش فيها لا هذه ولا هذه. ولكن الحمد لله مع الوقت الانسان كيتبدل. تقدري تعاودي شي حاجة على يعني الميدان الديني؟ كيفاش كنتوا ناس متدينين بزاف ولا ناس متواضعين تما في تطوان؟ كنا عاديين، با كيصلي الصلاة ديالو، ماما كتصلي، ودائما كيطلبوا منا نصلي، وحنا عاود دائما كل ما نجيو ناكلو كيقول ليه حتى تصلي انتي عاد اجي داكل. وكيعلمونا الحاجة الدين ديالنا، بحال كيف تجي داكل قول بسم الله، هذه المسائل اللي ضرورية في وتظني بلي هذاك الشيء يلعب دور في الحياة نتاعك دابا، وكيفاش تتعاملي انت مع ولادك؟ المعلومة. هذاك الشيء كامل كيدور في الراس ديالي، وكيفاش ما تربيت خصني نربي عاود ولادي على هذيك الطريقة. تقدري تفكري شنو هي الحفلات الدينية اللي كنتوا تدوزوهم تما في ديك الوقيتة في تطوان؟ الحفلات الدينية على كاملو في عيد المولد، ولا عيد المولد كيتجمع الناس مع بعضهم، ولا في العاشر. بغيت نعرف واش تزوجتي في المغرب؟ نعم تزوجت في المغرب، تزوجتي في تطوان؟ في تطوان. تطوان. فوقاش تزوجتي؟ تزوجت في 78. وكيفاش تعرفتي على الراجل نتاعك؟ العائلة هي اللي خطبني زعما من العائلة، وبالله الله يرحمه بغى، قال لي زعما كان مريض في هذيك الايام، وبغى باش يجوجني. هذيك الفكره ديالو باش نكون عاود شي وحده اللي في الخوت اللي جوجت قبل ما يموت. وهذاك الشيء اللي كان ملي جوجني من بعد مات مسكين، جوز عام مورا الخطبه ديالي ومات. حضر الزواج نتاعك؟ لا ما ما حضرش حضرش الجواز. الزواج لا نتاعك. تقدري تحكي لي شي حاجة على الخطوبة نتاعك؟ لأن الوالد كان حاضر. الوالد كان فرحان بزاف، كان كيتمنى خويا خي تشوفني الدار ديالي، وخا رغم هذاك السن صغير قال ملي جا هذاك ولد الناس والعائلة معروفة، من الأحسن نجوزك ونمشي بعدك وحدة في البيت مجوجة مع شي واحد العائلة.
هو كان فرح بزاف مسكين. تقدري تفهميني كيفاش هاد الخطوبة دازت؟ كيفاش شنو تيوقع؟ كتجي العائلة د الراجل من عند العائلة ديالي وكيطلبوا ني منهم ومن بعد كي سقسوني با وهضر معايا وفهمني مزيان حتى كنت على الخطر ديالي. بغيت عاد ديك الساعة قالوا لهم واخا ما كاين حتى مشكل. ومن بعد عاد عملنا الخطبة الحفلة باش كينعملوا العقد الزواج. والحفلة دارت يعني شوية ساكتة ولا كانت فيها موسيقى وكان فيها كانت حفلة غير العائلة وكانت فيها الموسيقى وكانت حفلة زعما ما بيها شي. مش عارف كنتي في عمرك؟ 15 وتقدري تحكي شي حاجة على نهار الزواج نتاعك؟ نهار الجواج كنت مغيرة بزاف حيت كان با يلاه عام باش مات وخالي مات يلاه 6 شهور 4 شهور كان 4 شهور باش مات واحد خالي كان عندنا عزيز بزاف علينا حيت ملي مات با قال لي انا غنكون في الموطع باك واللي بغيته واللي تمنيته والعرس ان شاء الله انا اللي غنوقف لك فيه وانا اللي غنعمل لك هذاك العرس كامل. وديك الساعة مسكين عاود توفى حتى هو قبل العرس كان عنده 31 عام. وهذيك زعما هذاك النهار العرس كنت مغيرة بزاف. يعني كان كنتي غير انتي مغيرة ولا كان يعني حتى الجو العائلي كله مغير لأن الناس اللي تبغوهم ما كانوش حاضرين؟ حتى العائلة شوية كانت مغيرة حتى هي ماشي على خاطرها ولكن كتبغي تخليني على خاطري ودعم لي حتى انا تفرح بيا وما كيبينوش هذاك الحزن ولكن انا لا ما كنتش على الخطا ديالي تماما. وكان عندك مع من تهضري في ديك الوقيته على داك الشيء اللي مأثر عليك معلوم كنت كنهضر مع العائلة مع الوالدة نتاعك ولا مع كنت كنهضر مع الوالدة ومع واحد بنت عمتي كنت كنهضر معاها بزاف وواحد مرات خالي عاود كانوا هادوك قراب لي اللي في هذاك الوقت ديال العرس حيت كنت ما بغيتش نلبس عليا ونعدل مزيان وهذاك الشيء وكل شيء كيقول لي خصك تعدل وهادي وانا كنت مغيره بزاف ما بغيتش نعمل هذاك الشيء بحال اللي خصو يكون. بحال دابا عاد قلتي ليا المهم كي جاو خطبوك الوالد باقي حي هو الوالد اللي تكلم معاك مش يعني مش الوالدة نتاعك اللي تكلمت الوالد تقدري تفهميني علاش الوالد اللي تكلم معاك ومش الوالدة؟ كنت كنتفاهم مع الوالد اكثر من مع الوالده. الوالد كان قريب لي بزاف في هذاك الوقت. دابا غادي نمشيو المدة اللي جيتي ليها لهولندا كيفاش فكرتي باش غادي تجي لهولندا؟ كان كي تزوجتي ولا كيفاش باش تجي لهولندا؟ تقدري تعاودي على شي حاجة ديك الوقيتة اللي جيتي فيها لهولندا؟ الوقت اللي جيت من هولندا حيت هذاك الراجل اللي جوجت به من هولندا خدام هنا في هولندا ومن اللي جوجت تما طلعنا جوزنا يلا شي شهر في البحر فينا البحر ومن بعد طلعنا من هولندا. هذا السبب حيت جوجت يعني الراجل راجل تاعك كيخدم هو اللي جابك هنا الراجل لهولندا؟ تاعنا وجيبني. قبل ما تجي لهولندا كانت عندك أفكار على هولندا؟ هي كانت عندي فكرة كان واحد خالي هنايا في هولندا وكان كيجي كيعاود عليها بزاف كيقول لك هولندا مزيانة وفيها الخضورة والناس ديالها مزيانين. كنت كنسمع عليها على داكشي ملي جا راجل من هولندا زعما كانت عندي فكرة مزيانة على هولندا. قبل ما جيتي لهولندا كان عندك شي هدف باش تجي لهولندا ولا غير كان هذاك شي مفتوح؟
لا ملي جوجت معلوم كتبعرج ديالك لازم هولندا. وكانت عندك فكرة كيفاش غادي تكون هولندا كيجي لها ولا لا؟ لا غاسم مع بأن هولندا مزيانة صافي، ما عرفتش كيفاش غنعيش فيها. تقدري تعاودي ليا في ديك الوقيته فوق جيتي لهولندا؟ جيت في 78، اشم شهر جيت في شهر 9 في سبتمبر يعني سبتمبر. سبتمبر جيتي المغرب. كيفاش جيتي لهولندا؟ كيفاش كيفاش دار السفر بالطوموبيل؟ طلعنا بالطنوبة، رجلي كان عنده الطنوبة وطلعنا، وصلونا العائلة كاملة حتى نسبتا، وركبت البابور وعاد مشاو بحالهم. ايوا وطلعنا مسافرين على اسبانيا وفرنسا طلعتي غير انتي والراجل نتاعك؟ طلعت انا وراجلي. ومن بعد ملي وصلت من هولندا جاتني صعيبة، بس من النهار الاولي جاتني صعيبة. ومثلا كي كنتي تما في الباطو في سبتة كي قلتي للناس بالسلامة، كيفاش حسيتي براسك؟ هو هذيك اول مره اللي فارقت العائله باش نخرج من المغرب من اوروبا، اول مره غنفارق العائله ديالي. وفي الاول ما كنتش كنفكر في هذاك الشيء، كان عندي كل شيء سهل كل شيء مزيان، ولكن ملي فارقتهم جاتني صعيبه بزاف، جاتني صعيبه. ولكن هيداك ما في هذيك اليومين ولا 3 ايام ما طلعتش الحساب بزاف، حتى وصلت من هولندا عاد ما كرهتش نرجع في هذاك النهار. وفين جيتي لهولندا كي جيتي المرة الأولى هنا؟ اش من مدينة جيتي لهولندا؟ جيت من روتردام روتردام. أول مرة، اش من حي جيتي لروتردام؟ جيت زوت روتردام زرت. روتردام زوت يا. شنو هي الرأي نتاعك كي شتي روتردام لأول مرة؟ شغل ندخل لك، جاتني صعيبة بزاف، ما كاين حتى حد كنعرفو، ما كاين ني عائلة ني حتى شي واحد. كان كيخرج لي رجلي باش نتسرى شوية وهداك الشيء، وحتى حاجة ما عمرت لي العينين ديالي، كنفكر غير في العائلة ديالي. وكان شي واحد ولا شي وحدة اللي تساندك هنا كي جيتي لروتردام ولا غير الراجل نتاعك اللي كان؟ لا أول مرة غير نتاعي ما كاين حتى شي واحد. تقدري تعاودي شي حاجة اللي باقة في الدماغ نتاعك كي جيتي هنا لروتردام وخرجتي النهار الأول ولا النهار التالي لروتردام؟ ملي جيت شنو حسيتي؟ خرجت جاني المسائل عادية بحال اللي كنت كنعيش في المغرب، ماشي شي حاجة زعما مبدلة بزاف ولا جاتني. شغل نقول لك، قلت زعما بنادم بلادو حسن في هذيك الساعة، هذيك كنت كنتمنى لو قيس في بلادي حسن. وشنو هي اللغة اللي كنتي تتهضري كي جيتي هنا لهولندا؟ كنت عندي العربية والفرنساوية، ولكن هنايا ما كنت جبت حتى حد كيهضر بالفرنساوية، وكنت فاهم هيدا وصافي. ما كانت صعيبة عليا باش نخرج بوحديتي، كنتي تتخرجي بوحدك ولا لا؟ كنخرج ولكن قليل، الأغلبية كنت راجلي يجي من الخدمة باش نخرج معاه لأن على شكون حسب اللغة. حسب اللغة هو اللي كان يترجم عليك. هو اللي كان كيترجم عليا دائما. وكيفاش كنتي تتحسي باللي انت راسك ما تقدريش تهضري؟ كنت كنحس غريبة زعما بنادم اللي ما عندوش اللغة ما عنده حتى حاجة، تنقاس في واحد البلاد وما كتعرفش اللغة ديالهم، ما كتعرفش هذاك الشيء كيترجموا لك هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. في هذيك الساعة كنت ما كنعرفش حتى حاجة، كتجيك قاصحة بزاف. كاين مسائل اللي ظنيتي انت يا هادوك ما غاديش يعجبوك وعجبوك كي شتيهم ولا لا كي جيتي في ديك المدة روتردام؟ علاش؟ كاين مسائل اللي فكرتي فيهم مثلا تقولي غادي نمشي لهولندا نلقى الراحة ولا ومن بعد كي جيتي لهنا قلتي لا ما بغيتش الراحة؟ ايه كنت كنظن زعما ملي جوجت وطلعت مع راجلي غتكون الحياة الزوجية هذيك هي الدنيا، ولكن هي ايه كنت كنظن زعما ملي جوجت وطلعت مع راجلي غتكون الحياة الزوجية هذيك هي الدنيا، ولكن هي ماشي كل شيء. الحياة الزوجية وإذا بوحديتها ماشي كافية،
راه الحياة الزوجية وبلا عائلة ديالك ما بحال اللي ما كاين حتى حاجة. وكي جيتي هنا لروتردام وبالخصوص الحي نتاع روتردام زايد، فين جيتو تسكنوا؟ في الباطيبة ولا تقدري تحكي شي حاجة على المكان نتاع السكن ما اللي نسيتولي؟ دابا انا المشكل ما جلستش بزاف هنا في روتردام، وكنت رجعت فحالي للمغرب دغيا، ومن بعد ملي جات مرة أخرى سكنت في هاوفليت، كنطلب الدار في هاوفليت ومشينا سكنات. شحال سكنتي المرة الأولى في روتردام كي جيتي؟ المرة الأولى شهر شهر ورجعتي المغرب. رجعت فحالي للمغرب. تقدري تعاودي شي حاجة على ديك الوقيتة؟ ملي جلست هذاك الشهر كامل كل نهار كان يبكي، كل نهار كان يبكي. الراجل اللي حرفت له معايا قال لي زعما الحل الوحيد هو رجع لعند العائلة، حتى تزيد الدوالف شوية، تشوف حين ترجع يمكن تفكر عاد في راجلك وفي دارك وانا كنت كنفكر نرجع، اذا بغى نرجع مرة واحدة بلا ما نعاود عمري هنا نرجع لهولندا، وما نجلسش هنا. ولكن هو دائما كان كيقول لي واخا تمشي وقول شويه تما عاود اجي صايد لك الورقه ورجع، المهم حتى تتنس هنايا في هولندا. هو ملي رجعت من المغرب رجعت زعما واحد الفرحه ما تصورش، ملي جبرت عائلتي وخوتي وهادي فرحت بزاف، وكنقول لهم بالك شي واحد يخرج من المغرب. وشحال بقيتي تما ديك المدة؟ ملي رجعت بقيت شي 3 شهور هيداك، وبعد عاود طلعت كيعيط لي راجلي دائما وكيقول لي كان بغيت يطلع دائما كيسخسني، والعائلة ماما وخوتي وهادي كيقولوا لي جا عند راجل ديالك واش غتبقى هيدا جالسة هنا وهادي، ورجعت عند رجعت عاون هولندا. وكيفاش رجعتي كي جيتي لهنا في طوموبيل ولا في لا رجعت في الطيارة. رجعتي في الطيارة. وكي رجعتي البلاصة الأخرى اللي جيتي تسكني فيها؟ سكنت في هاوفليت. في هوخفليت. وديك البلاصة نتاع هوخفليت اللي سكنتي فيها كان فرق بينها وبين روتردام ولا لا؟ كنت ترانكيل، الدنيا خاوية مرة. في روتردام كنت كنشوف شوية الناس، ولكن في هاوفليت ما كنشوف حتى حد. إذا بقيت في الدار ما كنطل المسترجم كنقول هاد الناس كان كيخرجوا من الزنقة ولا كيبقاو غير في الدار، ما كنتش كنعرف كيفاش عايشين. وانت كي جيتي كنتو ساكني في الباطيمة ولا في هوخفليت؟ في الباطيمة. نعم كانت باطيمة كبيرة صغيرة؟ فلات. وكانت عاجبك السكنة اللي سكنتي فيها السكنة في مزيان. هوخفليت؟ كانت عجباني السكنة بزاف، وكانوا الجيران هولنديين مزيانين، وكانوا كيعملوا معايا زعما كتر من الجهد دائما، وكيفاش كنتي تتهضري مع هاد الجيران؟ غاب النعت وخا شي حاجة ما كنتفاهموش فيها، حتى كيجي راجل من الخدمة عاد يترجم علينا. وبعد المرة كيقولوا لي شي حاجة كنقول لهم غاية، وهي كتكون العكس. واحد المرة قالت لي اكبن بريطاج، قلت لها ياه، حيت ما كنفهمهاش، ودائما كنقول ليها زعما خصني نقول شي حاجة مزيانة، وديك الساعة ديك هي خرجت مقلوبة. وما درتيش أصدقاء مغاربة ولا في ديك الوقيتة؟ في هذاك الوقت قلال، ما كانوش المغاربة بزاف، ما كنتش كنعرف المغاربة في هذاك الوقت، حتى قوت مدة في ما عرفتش من عام بالضبط، ما عرف 82 ولا ما عرفتش العام بالضبط. ديك الساعة تلاقيت مع حسيدة مكة مودن، وحيت كنمشي كنت في واحد كلوب هاوس نعتو اهلي قالوا لي تما تمشي تونس، وتلاقيت مع هاد السيده، وحنا بجوج بينا اللي كنا كنجيو من هذاك كلوب هاوس، كنت كنمشي باش كنتلها في ما كان شي اكتيفيتيت، وانا تما في ما كان مكه كانت كتقري العربيه، وانا كنت كان بعض المرات كنحضي على العيال في كريش، وكنمشي في مكان كرشوش ديال الكابا كندخل فيهم واخا ما عندي غرض، كان صفين باط كنمشي معاهم. كان نايلس عاود الخياطة، كان نمشي نخيط واخا ما عندي انا رغبة حتى في شي حاجة من هاداك الشي، كنت كنمشي باش كنتونس
فهمت منك باللي قلتي كنتي خدامة في تاريخ 82 في شي كراش، ماشي خدامة، غير كنمشي باش كنعمر الوقت ديالي وصافي، يعني متطوعة. متطوعة. متطوعة تقدري تعاودي ليا كيفاش شتي هذيك البلاصة ديال الخدمة في الأول؟ شكون اللي قال لك باش تمشي لهذيك كلوب هاوس؟ نايلس عاود الخياطه، كان نمشي نخيط واخا ما عندي انا رغبه حتى شي حاجه من هذاك الشيء، كنت كنمشي باش كنتو الناس. فهمت منك باللي قلتي كنتي خدامة في تاريخ 82 في شي كراش، ماشي خدامه، غير كنمشي باش كنعمر الوقت ديالي وصافي، يعني متطوعة. متطوعه. متطوعة تقدري تعاودي ليا كيفاش شتي هذيك البلاصة ديال الخدمة في الأول؟ شكون اللي قال لك باش تمشي لهذيك كلوب هاوس؟ الهولنديين هما اللي كنا، هذيك الجيران ديالي هما اللي نعتوا لي هذيك كلوب هاوس باش مشيت لينو. وكانوا تيجوا العرب تما بزاف، لا ما كانش حتى انا ومكان اللي كنا كانوا غير نتوما، يعني كنتوا مع، يعني تديو الأنشطة مع الهولنديين. مع الهولنديين، ولا كانوا الترك في ذاك الوقت كانوا كاينين، وكان كانوا مخلطين، ما كانوش بحال دابا هالمغاربة، كاين التوك كاين السورينام، كاين في هذاك الوقت كانوا جويجات من هذا جويجات من هذا جويجات، مخلط كنتوا كل جميع كان الكلوب جماعة. نتاعكم. وكيفاش كان عندك العلاقة مع الكليخاش في هذيك الوقيتة؟ كانت عندي العلاقة مزيانة، ملي كنمشيو كنضحكو هادي، وخا ما كنتفاهموش مزيان في اللغة، ولكن هيداك كنضحكو مع بعضنا، كنت كنعمر الوقت ديالي. وكيفاش كنتي تتحاولي باش تعلمي تقراي الهولندية في ديك الوقيتة؟ كنت في هذاك الوقت دخلت انا المدرسة الهولندية المدرسة فين كانت اللغة، المدرسة؟ كانت في روتردام. روتردام. وكيفاش كنتي تتسافري منها وخفيت لروتردام؟ من بعد ملي دخلت المدرسة ما بقيناش في فليت، عاودت في الدار في روتردام باش يجيني كل شيء تما قريب، حيت جاني البعد من عوفليت نوتردام، وعاود حنا نوتردام. المهم عاودتي لي رحلتو لروتردام زاوت، وكنتي مازال غير انتي والراجل نتاعك ولا كان عندكم دراري؟ لا كانوا عندنا الدعي، كانوا في هذاك الوقت جوج عندي، أشرف وأيسر. تقدري تحكي شي حاجة على يعني الجو العائلي نتاعك؟ مش حال عندك دراري دابا؟ دابا عندي 4 دراري، 3 الأولاد، 1 البنت، ودابا كبار السن ديالهم، أشرف عنده ماشي كمة 23، وأيسر 22، وأسماء 20، وأنس عنده 10 سنين. تبارك الله. الله يسلمك. وهاد الدراري كلهم تزادوا هنايا في روتردام؟ نعم كاملين تزادوا في روتردام، 3 تزادوا في إيكازيا شيكن هاوس، وأنا الصغيران تزاد في زاودر شيكن هاوس. تقدري تحكي شي حاجة على وقيتها كي تزاد عندك الولد الأول وانتي كنتي وحدانية هنا في روتردام؟ منين تزاد عندي الأول طلعت عندي ماما خوتي والجيران الهولنديين، كانوا كيدخلوا عندي دائما، كانت كتجي السستر دعوني في البيبي، زعما كان في هذاك الوقت ملي كانت ماما معايا ما كنتش ما حسيتش الوالدة جلست عليك، جلست معاك بزاف؟ في هذاك الوقت جلست معايا شي شهر، شي 4 شهور. وتولفتي يعني كيفاش تولفتي وحدانية هنا في روتردام؟ انا عمري ما تولفت هنا في هولندا، بعدك بالخصوص بقيت هنا هذاك الوقت دائما كنبقى 3 شهور 4 شهور حتى 6 شهور، وكنرجع للمغرب عاود كنبقى شهر شهرين عاود كنرجع لهولندا. جوزت هذاك الوقت من 78 اللي طلعت من هولندا اول مره، حتى انا 6 سنين تعمل اشرف الاولي، حتى عمل 6 سنين، وانا مره هنا مره في هولندا، عمري ما جوزت عام كامل هنا في هولندا. ومن بعد 6 سنين
هضر مع الراج ديالي قال لي اما غادي تجلس هنا واما في المغرب على حسب قرايه العيال، ما يمكنش يبقى مره هنا مره في المغرب. وفكرت انا نبقى في المغرب وصافي. ساعات رجعت للمغرب وبقاو، دخلت العيال المدرسه، الاولي دخلنا المدرسه والثاني دخلنا الحضانه، وكانت عندي اسماء على الصوره. يوم بقيت هيدا كنستمر معاهم في المدرسه كانني انا بيدي كنقرا معاهم، كنديهم ونجيبهم ونعاون في المدرسه وفي كل وقت، ونعاونهم في الدار حتى الحمد لله قراو. وكيفاش حسيتي؟ ونعاون في المدرسه وفي كل وقت ونعاونهم في الدار حتى الحمد لله قراو. وكيفاش حسيتي؟ كيفاش حسيتي في ديك الوقيته كي رجعتي وخليتي الراجل نتاعك وحده؟ وعلى حسب الغربه اللي كانت فيا اللي دخلت عليا بزاف، حيت كنت كنمرض بعض المرات، كنمرض بزاف، وملي كنمشي عند الطبيبه كتقول لي فيك هاي ام في. دابا هذا المرض اللي فيك، ما فيك حتى شي حاجه، فيك هاي ام في، بان مشوقه في العائله ديالك وتاثرتي بزاف، هذا المرض اللي كاين. وعلى حسب هذاك الشيء، واخا صعيبه شويه ولكن انا تقبلتها. في الاول جاتني سهله، قلت ماشي مشكل، ولكن مع الوقت جاتني صعيبه. العيال كيكبروا، المشاكل ديالهم كيكبروا، وهيداك بقيت ساكي على نفسي، حيت قلت انا اللي عملت هذا الشيء، هذا خصني نبقى ماشي عليه حتى يوصلوا العيال. ما يمكنش كل مره نبقى نقطع لهم القرايه ديالهم في النص، حتى وصلوا شويه، حتى بغاو هما نيت يطلعوا يكملوا القرايه ديالهم هنايا، عاد تبعتهم. لك على الاستمرار نتاع التربيه نتاع اولادك؟ كنا كنكتبوا بعضنا رسائل، كنعاود له كل شيء، شنو كيفاش ماشيين في المدرسه، كيفاش ماشيين في الدار معايا، وكنا كنتصلوا على التليفون، مره في التليفون مره. ايوا، وكان هذاك الشيء ماشي مزيان، دائما على اتصال. ودابا عاد قلتي لي مره مره كان يجي للمغرب، شنو تتقصدي بمره مره؟ ما كيقولش زعما العام كامل، كي في ما كانت شي عطله ولا شي حاجه كيجي للمغرب. والراجل نتاعك ما كانش عنده هنا العائله نتاعو في هولندا وفي روتردام؟ لا، حتى هو ما عندوش العائله نتاعو. وكيفاش الدراري كانوا يحسوا الوالده معاهم والوالد ما كاينش؟ توالفوا، هيداك دائما كيتسناو باهم فويا خيجي، كنقول لهم خاو مزيان باش حين يجيب باكم، مش باكم قريتو مزيان. دائما كنمشي معاهم على حساب القرايه، كنت كنتمنى خصني غا يقراو مزيان، هذاك الهدف ديالي. كنقول لهم لي جلست تما بعداك وضحيت تكون في مصلحه د الولاد، ماشي تمشي لا راجل لا حنا مجموعين لا قرايه العيال، كانت زعما خساره. ولكن الحمد لله زعما قراو مزيان. ومن بعد كي كبروا الدراري عاود رجعتي لهولندا؟ حيت انا كنت كنفكر زعما كنا كنفكروا كيفاش باش راجلي نيت يرجع بحالو، اللي كانوا كيقولوا هذيك العوده ولا يرجع بحالو وصافي. ولكن المشكل هما العيال ملي قراو وصلوا البكالوريا، يعني جوج الاولاد كبار، هما بداو كيفكروا خصهم يطلعوا يقراو هنا، حيت كيشوفوا المشاكل اللي كاينه دابا في المغرب، كيقراو كيكملوا القرايه ما كاين والو، كيبقاو ديك الفكره اللي كيسمعوا عند الناس عملوها في الراس ديالهم، كيقولوا لك والو حنا واخا نكملوا القرايه غنبقاو جالسين، واخا ماشي كلشي كيبقى جالس، ولكن هما جاتهم هذيك الفكره من الراس ديالهم، كيقولوا لك غيمشيو يطلعوا، خصهم يطلعوا هولندا، حنا خلقنا تما، وهذيك واخا زعما ما توالفوش هنا وكل شيء، كان كيحسوا بان حين خلقوا في هولندا بحال اللي هي البلاد ديالهم، خلقوا فيها خصهم يرجعوا يقراو يكملوا القرايه ديالهم فيها. وكيفاش حسيتي انت يا بلي ولادك قالك باش يرجعوا لهولندا وانت اختاريتي باش ترجعي للمغرب؟ جاتني صعيبه بزاف، ولكن ما قدرتش نساقدهم ونبقى انا تما، نساقد الاولاد ونبقى انا مع البنت والولد الصغير.
بقيت كنفكر جبرت الا نجمعو ونطلعو نجلسو كاملين في هولندا حتى يرحم الله. وكيفاش كانت الرياكسيون تاع الراجل تاعك كي سمع باللي الاولاد بغاو يرجعوا لهولندا؟ بالنسبة لي لو جاتو صعيبة بزاف حيث هو دائما كيبغي يرجع للمغرب، ولكن قلت له من الأحسن ملي بغاو يكملوا القراية، اللهم يطلعوا يكملوا القراية ولا عاودي يبقاو تما. إذا كانت عندهم هذيك الفكرة ما غيعملوا حتى حاجة في المغرب، عندهم هذيك الفكرة خصهم يطلعوا من هولندا يكملوا القراية ديالهم. وعاود تقبل بس منه. والدار اللي كنتوا ساكنين فيها انتو الولاد نتاعك كانت الدار نتاعكم؟ نعم في المغرب كانت الدار نتاعنا. كانت الدار نتاعكم، والراجل حتى هو كان شاد دار هنا، الدار في روتردام. لا كان عنده الدار كاريه هنا. كانت الدار نتاعو وحده. وحده وتقدري تعاودي تاني كيش رجعتي بالدراري نتاعك لهنا كي جيتي روتردام؟ ملي جيت هنايا نوتردام رجعنا كاملين بينا. اول مره كانت صعيبه بزاف عاود حيت عاود فارقنا نفس الشيء العائله وكل شيء، ولكن من واحد الناحيه حين مجموعين مع العيال ما كتحسش بحال اللي بوحدك، المهم الدار عامه هذه. ولكن من ناحيه العيال عاود كيفاش باش تمشي معاهم باش يمشيو مزيان هنا، حيت هنا في اوروبا تما كانوا تنسوا مع الصحبه ديالهم صحبه مزيانه ومع العائله، كل واحد كيشوفهم من جهه كل شيء كيعس عليهم، العائله كاملين عاينين فيهم. ومني جينا هنايا كتجبر راسك بوحديتك اللي خصك تحضي عليهم وتشوفهم فين مشاو فين جاو في هذه، وهما عاود كيحسوا براسهم كبار كيقول لك حنا قد راسنا دابا ما بقاش يعد تحضي علينا في مشينا وفي جينا وهذه. وكانت واحد العام جوزناه صعيب بزاف هذاك العام الاولي، ومن بعد الحمد لله عادت مشات الامور مزيان. دابا الدراري كلهم تيقراو و... عندي الكبير كيقرا عنده هذا العام الاخر ان شاء الله في انجينيور الكتروتكنيك عرفها في شغل روتردام، ويا خو ما بغاش كان كيقرا وما بغاش يكمل القرايه مشى للميليتير كيحمق ملي كان صغير وهو كيعجبو الميليتير. وبنتي كتقرا على بان دي فيلزين وباقي كتكمل القرايه ديالها تبع القرايه، حيت حين جات من المغرب هي اللي جات شويه ما كانش عندها الباك. ايوا دخلت القرايه هداك، والصغيره دخل اول مره دخلنا عادي المدرسة بحال أي واحد اللي كيدخل المدرسة بس الشغل. وعاونتو نتوما الدراري نتاعكم الاختيار نتاع المدرسة نتاعهم، ولا كانوا ناس اللي عاونوكم باش يختاروا هاد الطريق اللي اختاروه في التعليم؟ كنت كنسول هنا الناس اللي كنعرف وكنبحث ونفتش ونشوفو مساعدين اجتماعيين ولا شي حد اللي كنعرفو يمكن يعاونني، هو اللي هما اللي عاونونا وقاونا مش منطقي يتبعو. و تقدري تقولي شي حاجة إلا كانت في هاد المدة الثانية اللي رجعتو لروتردام، مسائل اللي ما عاجبينكش كي شتيهم؟ هاد المرة الأخرانية ملي رجعت كنجبر الدنيا تبدلت بزاف، وبالعكس ملي كنت قبل كنشوف ما كاين حتى حد، دابا تبارك الله الشوارع عامره بالليل والنهار. واللي ما عجبنيش بزاف هو الشباب اللي كاين هنا في روتردام، زعما بزاف د الشباب ما كيكملوش القرايه ديالهم، كيسامحوا في القرايه وكيبقاو ما خدامين مزيان ما كيكملوا القرايه. هذيك اللي ما عجبنيش، زعما كنتمنى الشباب المغاربه ولا اي شباب يكملوا القرايه ديالهم، هذيك مهمه بزاف. وشنو هي المسائل اللي عجباتك ملي رجعتي المره الثانيه لروتردام؟ المسائل اللي عجبتني هو ما بقاتش الغربه بحال اللي كانت قبل، هذيك اللي عجبتني. حسب ايه ما بقاتش الغربه كيما كانت؟ وكاين كاين مع من تونسو، فتشت على راسي وبقيت كنتلقى مع المغاربة
مغاربة ولا هولنديين، المهم كان كتجبر مع من تونس وتعمر الوقت ديالك. وتقدري دابا تقولي شنو تديري، شنو هي الخدمة اللي تتخدمي؟ الخدمة ديالي كان نعطي دروس ولا إرشادات للأمهات المغاربة على حسب كيقولوا البيت الثاني هو تبيد الدرش، باش يدخلوا ولادهم من الكغاش ولا انا بوتر سبيلزار ولا هذاك البيت الثاني هو هذاك اللي قبل المدرسة، قبل ما يدخلوا المدرسة. وكنعطي دروس التربية وبفودين، وعطيت عاود دروس انرجي بسبارين كيفاش يختصوا الضوء والماء، وهذا الدروس اللي كنعطينا أمهات المغاربة هنا في روتردام باللغة العربية. كيفاش تشوفي الدور نتاعك، يعني انتي كوحدة اللي تتلعبي واحد الدور نتاع يعني حسب القنطرة يسميها بروغ فونكشي بينك وبين المجتمع، يعني بين مجتمع مغربي ومجتمع هولندي؟ كنشوف ملي بدينا كنعطيو هاد الدروس كتجيني زعما كاين الامهات بزاف اللي كيعجبهم الحال وكيبغيو وكنشوف بزاف الحاجات اللي كيتصلحوا فيهم. كاين شحال الامهات كتجبرهم ساكن هما بيدهم، جاو مشي مواطع اللي ومشي مواطع حين كتسألهم كتجبرك يقول لك ملوطة هذه، أنا بيدي في المغرب عمري ما سمعت هذاك المواطع اللي جاو منا المغاربة، عمري ما عرفتهم. وكل واحد من اللي ماجي، وكاين بعض الأمهات مساكن هما بيدهم ما جاوبوش التربية، كيقول لك حنا بيدنا ما عرفناش كيفاش، ما عشناش هذاك الشيء حنا باش نربي ولادنا عليه. وكتجبرهم فرحانين بزاف ودائما كيسألوك، وكل أسبوع كتجبر كيقولوا لك ولادنا تحسنوا حسن زعما. وكنت فرحانة بزاف ملي كنسمع هذا الشيء هذا من عند الأمهات. كان الحمد لله راه كتجيني المسائل ماشية في التقدم على حسب اللي كنشوف بعيني. فالدور اللي تتلعبيه كاين مشاكل اللي تتلقاهم؟ لحد الآن الحمد لله ما كاينش من مشاكل. ولا كاين يعني مسائل اللي تتشوفي تقولي ما كنتش ناوية باللي كاين هذاك الشيء؟ هذيك هي بزاف د الحاجات اللي ما كنتش كنظن كان على حسب المجتمع اللي كاين هنا المغربي، ما كنتش كنظن بزاف د الحاجات اللي كيعيشوها المغاربة هنايا، لا من ناحية د المرأة كتجبر بعض الرجال ما كيعرفوش بأن هذيك المرأة اللي غادي تمشي حين كتجي باش تتصنت على الدروس، ما كيفهموش بأن هي غتجي غير غتستافد تما، غير استفادة ما كاينش شي حاجة أخرى ماشي مزيانة. ورجال كاين بعض الرجال الفكرة ديالهم بأن المرأة وإذا مشات من هذاك المواطن الأماكن فحال لي زعما غتبدل ولا غتغير ولا ما غتبقاش كما هي كما كان كيتفاهم معها غتبقى ماشيين على هذاك الطريق. وكاين عاود كتجبر الأمهات عاود مغلوبين بزاف من ناحية التربية، حيت التربية خصها تمشي من الصغر ملي خلق وبنادم كيمشي مع هذيك الولاد حتى يكبروا. ولكن كاين الامهات كيقولوا لك حنا ما عرفناش ديالنا صغار هاو ماشيين حتى يكبروا عاد خصنا نربيو، وهذاك الغلط اللي وقع هنايا بزاف مع الامهات، هذا الغلط الكبير اللي كاين هو في هذه النقطة هذه، هما ما كيمشيوش مع ولادهم ملي كينزادوا هما ماشيين معاهم، كيخليهم صغار هم ماشيين هم ماشيين زيد 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 العيل جالس النهار كامل بغا التلفزيون ولا جالس النهار كامل كيلعب ولا ما ولا كيلعب في الزنقة ولا ما كانش كاين شي حد، ما كانوش هاد الدروس هادو وهاد الإرشادات موجودين هنا في روتردام. كيفاش تتعاملي مع هاد المسائل اللي تتسمعيهم؟
كل واحد على حساب هذاك المشكل ديالو، شحال ما قدرت نعاون كنعاون، واذا ما قدرتش كنبلغ هذاك الشيء الخدمة ديالي وعاود كيمشيو، اما مساعدين اجتماعيين كيعاونوهم، واما كل واحد على حساب المشكل اللي عنده. ولكن الحمد لله كان الأغلبية كنعاونهم غا هيدا بالهضرة، وبعدي كتجبر هذاك الشيء. الأغلبية الأمهات كيبغيو ولادهم يكونوا مزيانين، غا ما كيعرفوش كيفاش يمشيو معاهم، هذا المشكل اللي كاين. المهم حسب المجتمع المغربي والمجتمع الهولندي، شنو تظني انت الدور نتاعك اللي تتلعبيه باش تكوني واحد القنطرة بين هاد المجتمعين؟ شغل نقول لك، خصنا يكون هذا المجتمع مغربي مزيان، سواء كان في المغرب ديالنا ولا هنا في هولندا. حتى هنا في هولندا ما نبغيوش المجتمع المغربي في هولندا ما يكونش مزيان، لا في ماشي في المصلحة لا ديالنا احنا المغاربة ولا الوالدين، ولا في المصلحة ضد الدولة نيت. كنشوف خص يكون توازن، وخص يكون خص هذا الشيء، خص هذا الشباب اللي طالع يطلعوا مزيانين، راه في مصلحة كل شيء. وكيفاش تشوفي الدور نتاعك انت في هذا الاساس؟ الدور تاعي هو كنهضر مع الامهات بان حنا في وسط هذا المجتمع الهولندي، خصنا نعملوا واحد نمشيو معاهم في حلي هما خوتنا، خصنا نعرفوا كيفاش نتمشاو معاهم، ماشي لا نقولوا لا هذا البلاد ماشي ديالنا، ولا فهاد الساعة هذه بلاد ديالنا، طالما انت عايش فيها كتسمى ديالك، اذا خصك تحترم المسائل اللي خصها تحترم. المهم السؤال اللي نتاعك دابا، كيفاش تتحاولي باش تقربي المجتمع المغربي للمجتمع الهولندي؟ كنحاول نقربو بالنصائح على حساب هذيك المشاكل اللي كيتطرحوا في هذيك الدروس. ونيت واخا كتجيب صدفة كنتلاقى مع ناس واخا في أماكن أخرى، واخا حيت هواية ديالي من دائما كنبغي ننصح المغاربة على ونقربو من المجتمع الهولندي. تقدري تقولي فوقاش بديتي باش يعني اختاريتي راسك باش تقربي المجتمع المغربي المجتمع الهولندي؟ شان نقول لك، مقديم اللي كنت جيت هنا أول مرة، وكنت صدفة كنعرف بعض ريافة جيران، ولا كنتلقاهم في شي مكان ولا عادي، وكتجبرني كنهضر معاهم وكنقول لهم خص بنادم خص يندمج مع هذا المجتمع هذا، وخص يتعلم اللغة العربية، اللغة العربية مهمة، ونيت اللغة الهولندية، حيت ملي كيكون ريافة ما كيعرفوش اللغة العربية صعيب باش يتعلموا الهولندية، يتعلموا بعدك العربية، واللغة العربية كتعاون على اللغة الهولندية باش يتعلموها سهلة. ودائما كتجبرني فيما تشتي حاجة، كنت كنعرف أنا قلت لك شي جيران ريافة، وحين كنشوف كيفاش كيتعاملوا مع ولادهم، وكان كان هذاك السيد مول الدار كيتعامل مع ولادو بالعنف، ما كيفهمهمش، غاية إذا كان شي مشكلة شي حاجة كيجلس يضربهم، وكانوا كيبقاو فيا بزاف، ودائما كنبقى نهضر مع المرا ديالو ولا معاه بعض المراري، كنقول لهم الأحسن خصك تفهموا بعدك شنو واقع، ماشي غا جا كتشبر الضرب وباقي ما كملش معاه بالهضره كيشبر يضرب فيه. وهذاك الشيء هذاك هو السبب اللي شحال العائله تشتتو، غا بهذا السبب هذا، ما كيهضروش بزاف مع ولادهم، وما كيعرفوش شنو واقع برا، غا ملي كيجي اما اذا جا معطل ياكل الضاق، واذا جاب شي مشكل
ولا تدافن مع شي حد ياكل الضاق، ولكن ما كي ما كي ماشي كيسقسي ويعرفوا شنو كاين. كيمكن الغلط ماشي من هذاك الولد، كيمكن الغلط من حد اخر. خص بنادم يعرف شنو كاين من عنده ومن جهة اخرى، وعاد نحكموا شنو غنعملوا معاه. ماشي كياكلوا الضغط، كياكلوا الضغط في الاخر صافي كيكرهوا هذيك الوالدين، وكثر في هذيك السن ديال المراهقه داير كيكونوا صعب بزاف. وهذا كتجبرني دائما كنحاول كيفاش نهضر مع اي واحد اللي تلقيته فاش ما كان فيما كنت باش يتحسن شويه. شنو هو الهدف، شنو هو اللي جعلك بالضبط يعني قررتي راسك باش تقربي داك المجتمع المغربي المجتمع الهولندي؟ حيت كنشوف هاد البلاد في هاد الساعة عايشين فيها وكأن هي بلادنا، ما فيها لا هادي ولا هادي. بلادك هي اللي انتي عايش فيها، بحال اللي قال هذاك المغني ديالنا، بلادك هي اللي كتعيش فيها، هذيك بلادك. اذا حنا هاد بلادنا خصنا نعطيوها اهتمام ونعرفوا كيفاش نتمشوا فيها باش يكون المجتمع ديالنا المغربي عنده واحد المطاع ديالو مزيانه هنايا في هولندا. وفي هذا الطريق اللي تتستمري باش يعني تقربي المجتمع المغربي المجتمع الهولندي، تتلقى يعني مشاكل ولا مسائل اللي ممكن يعني الواحد ياخذهم باش يحلهم؟ كاين بزاف كنتلقى بزاف المشاكل، وكنحاول نحلهم غير بالتجارب ديالي انا، التجارب مع ولادي، كنحاول نحل المشاكل لواحد اخرين. ممكن تعطي بعض الأمثلة اللي تلقيتي في هاد الطريق؟ مثلا كنت كان نمشي نعطي هذيك الدروس التربيه، وواحد السيده اللي بقيت كنعطي هذيك الدروس بقات كتعاود لي على المشكل، قالت لي عندي المشكل مع ابني. لاش عنده هاد بنك مسنه؟ قالت عنده 12 عام. هيداك اشنو المشكل؟ قالت لك ملي كيجي غينعس وينوض يمشي للمدرسه، والطبقي كيمشي يلعب مع ولد هولندي، كيمشي معاه للدار يبقى معاه حتى كيجي ينعس وصافي. حتى كتقول له ماما هذاك ام هذاك الولد هولندي، مشي دابا غنعسو، مشي بحالك نعس، وما كرهش ني تيبقى معاه حتى بايت. وهذا بالنسبة مشكل، كيفاش العيل غيتربى مع عائلة أخرى، وما كيفاش هاد الحنان، كيفاش غيكون هاد الحنان ديال الأم، وكيفاش غيربي الولف على أمه وباه على خواتو، كيفاش زعما كتجبر. هذا مشكل كبير. ديك الساعة قالت لي كيفاش خصني نشوف الحل مع هاد العيل. قلت لها بلاتي ابقى كل مرة شوية بشوية حتى يجي نهادي، حتى يبدا يجي يعمر معاك في الدار. ماشي مشكل يمشي يلعب مع ولد هولندي ولا هادي، ولكن بالوقت، كل حاجة عند الوقت ديالها. ديك الساعة قلت له عنده اللعب في الدار؟ قالت لك لا ما عنده شي. عنده الكمبيوتر؟ لا ما عنده شي. قلت له كيفاش هاد الولد غيعجبو يجي للدار؟ هاد المسائل هادي هي اللي كتجعلو ما يجيش للدار. الولاد خصهم الوقت الفراغ ديالهم فين يقضيوه. ديك الساعة شفت هضرت معها ملي غتجيب هذيك الكمبيوتر واللعاب، عاود كاين المواطع اللي كتسلف اللعاب، وكاين اللي كيتباع بالي، كاين رومو الماركت مشي تشري اللعاب بالين، وكاين اللي كأنهم جداد حيت العيل دغيا كيبغيو يبدلوا الحاجة وهذه. وقلت لها وبقات تهضر معاها، قلت لها ولدي انا بغيت تكون حدايا، وانا خصني نمشي نتسخر، تبقى تونسني، بغيت ان نشربوها تيجمع مع بعضنا ملي تخرج من المدرسه. وكل مره شويه بشويه حتى بقى هذاك الولد كيجي للدار. وبقات واحد النهار كتبكي كتقول لي بني رجع لي بدا كيعمر معايا في الدار، وفرحانه بزاف على هذاك الشيء هذاك. وكاين واحد اخر عاود قالت لك بنا ما كيهضر ما كيتكلم، كيدخل من الدار كيمشي من المدرسه يجي للدار ما كيهضرش معاهم تماما، غير كيجلس في البيت بوحديته. ايوا وكنت عملت لها اسبراك مع هذيك الناس اللي غيعاونوها، ولكن المشكل اسبراك دائما كيتعطل بزاف. وقلت لها بقى نعاونك شويه بشويه على الله وعسى يتحسن شويه.
قلت لها خصك تبقى تهضر مع هذاك الولد ملي يجي المدرسه. انت كتسقسي شنو عمل في المدرسه، شنو كاين، خصك تعرف شني عنده من داخل، شني في الراس ديالو. قالت لي لا انا مكن... هو ما كيهضرش وانا ما كنهضرش معاه، ولكن ملي غنعرفوا هذا العيل شنو عنده. مشينا عنده وجلس حداه وقلت له بغيتك نعرف، بغيت نعرف شنو عندك، بغيتي شي حاجه نشريها لك، بغيتي هادي بغيتي. وبقات كتهضر معاه كل مره شويه كل مره شويه، وهو كيهضر شويه بشويه، حتى رجع دخلته الرياضه. كان كيخصو شي يدخل لشي مقطع في الرياضه وما قدرش يقول لهم، خاف بالك ما يبغيوش، وهما ما كاين حتى مشكل زعما باه يمكن يدخلوه، غير اللي كاين العيل كيخاف، كيخاف يقول شي حاجه وما يعدلوها لهش. يمكن شي مره لهم في الاول قالوا له ما يمكنش ولا لا، بقى هيداك هو اي حاجه ما كيسقسيهمش. ومن بعد الحمد لله تحسن مزيان دابا، بلا ما مشات لا عند شي حد اخر اللي غيعاونه. اوكي دابا غادي نمشيو نقطه جديده، يعني النقطه نتاع الان دابا الوضعيه اللي انت فيها وفي المستقبل. ونقطه الاولى اللي غادي نستمروا ليها هي السكن. تقدري تحكي على السكنه نتاعك، فين هي كاينه وكيفاش بغيتي تسكني، يعني واش عندك واحد رغبة هنا دابا؟ سكنت هنا في شلينغا في زاود فيك، حيت كنا كنجيو من هذاك زاود بارك، وعجبتني هاد الجهة دي، فيها الخضورة بزاف، وجات في وسط روتردام، ومن واحد الناحية محايدة من السنتروم، جات الترانكيل ما فيها شي سطع بزاف. ايوا عجبتني هاد السكنة هادي زعما بخير. هاد السكنة كرينة؟ نعم كرينة. ومثلا انت ساكنة في هاد السكنة، عندك شي رغبات على السكن ولا تقولي هاد السكنة مزيان؟ انا في هاد الساعة هاد السكنة مزيانة، ما كنفكرش في شي حاجة اخرى. وتتفكري كيفاش الواحد كيكبر واش تكون عنده سكنة اخرى، ولا تقولي تا هاد السكنة تليق الواحد كيكبر؟ كنظن هادي مزيانه، ولا ودا زعما خرجوا الولاد كاملين من الدار، يمكن نبغي تكون شي سكنه في الفليت، حيت الرياض فيها الشغل بزاف، خصك دائما تكون دائما كتعدلو، دائما خصو الوقت. وعلى ما فهمت عندكم الدار في المغرب؟ نعم. تقدري توصفي هاد الدار اللي عندكم في المغرب كيف دايره؟ عندنا دار في العمارة فيها 4 بيوت، جات في الطبقة الأولى وفي وسط مدينة تطوان. هادي اللي نقدر نقول لك. وهاداك الدار فوزنا بها، هو ملي رجعت كنت للمغرب، هاديك اللي لزمت عليا باش جبرنا هاداك الدار هاديك. ومثلا شحال مرة تسكنوا هاد الدار اللي عندكم في تطوان؟ شحال باش شحال مرة تزوروها؟ بعد مري مرة في العام، بعد مري جوج مرات، وبعد مري واحد مرة يعني. وكيفاش تتحسي كي تمشي لتما؟ كنحس عاود في داري وفي بلادي، كنحس مزيان. حسب العمل، شنو هي الخدمة اللي شنو هي الخدمات اللي درتي في هذه المدة؟ متطوعة ولا متخلصة مش مهم. خدمت كنت كان خدمت واحد العامين، كنعاون في ملي رجعت مرة ثانية هنا لهولندا، بقيت كنفتش فين نعمر الوقت ديالي، فين تونس. كنت كنمشي لواحد كلوب هاوس، ومن بعد لقيت تما واحد السيدة كنت كنعرفها قبل، وهي كاينة دابا فين كنخدم كونديناتريكس تما. وسقسيتها كان كاين فين كاينه دابا، وهادي عطاتني العنوان ومشيت عندها. من بعد دخلت معاها، كان في الاول كنخيط، ومن بعد طلبت منها باش نخدم واخا متطوعه، المهم خصني غير باش نعمر الوقت ديالي. وكنت كنخدم الاسبوع كامل، كنخدم 7 ايام كامله، كنخدم سيمانة من الاثنين حتى الجمعة متطوعة، والسبت والحد كنت كنتخلص فيه.
كنخدم كنت كل حاجه اللي كاينه في الاداره، كنعاون اي حاجه، واذا شي واحد كان مريض كان نعاون في البلاصه ديالو، واي حاجه اللي كاينه كنعاون فيها. والسبت والحد كنت كنعمل باخد الله يدين البنات، كيجيو يقراو العربيه وكيخيطوا وكان كيعجبهم الحال بزاف. جوز تقريبا عامين هيداك، ومن بعد جا هاد بوياكت بيت الدوش وعاونتني مكة باش دخلت في هاد بوياكت هذا، ودابا الحمد لله مزيانة في هاد، عجبني بزاف حيت جاني مع هاديك الهواية اللي كنت باغية، هاديك اللي كنت كنتمنى هي اللي الحمد لله هي اللي كنخدمها في هاد الساعة هادي. يعني وصلتي لهذاك الشيء اللي تمنيتي؟ وصلت اللي تمنيت، وصلت له الحمد لله. واخا في هاد الساعه ما عندي شي دبلوم، حيت كنقرا اللغه وقريت عامين د هالبان دو فيرزاين اوبلايدين، ولكن الحمد لله انا باقيه ماشيه مع اللغه وباقيه كنتبع. وتقدري تحكي شي حاجه على الوضعيه نتاع الراجل نتاعك، خدام ولا ما خدامش؟ راجلي كيخدم في المدرسه اوندرفيس، والخدمه ديالو مزيانه مع الهولنديين، ما كيحسش تماما بانه كيخدم مع الهولنديين لا مع المدير تاعو ولا مع الشيف ديالو، مع كل شيء كيعاونوه بزاف. وغا كيمشي بعض المرات كيكون عيان كيقول له رجع عند الدار انت عيان دابا، حتى داك تاع حوايجي الحمد لله عنده الخدمه مرتاحه ومزيانه. تقدري تقولي لي كيفاش تشوفي الوضعيه الاقتصاديه نتاعك؟ فهاد الساعه الحمد لله بخير، حيت الراجل كيخدم وانا خدامه، ولادي كل واحد الحمد لله، هذاك اللي كيخدم قلت لك كيقرا وكيخدم الحمد لله، عنده المنظمه مزيانه دابا، ويا خوف ميليتير عاود خدام اللي كيكونوا رافدين راسهم، وهذاك هو المهم الحمد لله. وهادشي كامل حنا على هذاك الولاد، وملي كيكبروا كيكونوا خدامين مزيان وكل واحد عنده المنضة ديالو، هادي كتجبر ما كيكونش عندنا شي مسؤوليه يا اخي. كان عندك هدف اكثر من هذاك الشيء يعني في الوضعيه الاقتصاديه، ولا تقول لي ما كانش عندي هدف؟ انا عمري الحمد لله ما كنشوف الوضع الاقتصادي، دائما كيخصني نكون في الدار ديالي مزيانه متواضعه، يكون عندنا سياره باش كيمشي بنادم كل اسبوع يتسارى شويه وهادي، والدار تكون حتى هي متواضعه، وهذاك الشيء اللي كنتمنى يكون. خصني تكون راحه نفسيه، هذيك مهمه بزاف. وعندك رابطات اقتصادية مع البلاد نتاع المغرب وبالخصوص مع تطوان، يعني مع عائلة ولا عندكم تجارة ولا؟ لا، ما في هاد الساعة ما كاين شي حاجة مع المغرب. شنو هي الدور نتاع يعني الدين بالنسبة للإسلام في هاد المرحلة؟ يعني شنو اشم دور تلعب الإسلام في الحياة نتاعكم؟ الاسلام شان نقول لك، الاسلام مهم بزاف يكون عند المسلمين، حيت فيه شحال الحاجات لو كان المسلمين كيطبقوها ما تشوف حتى شي حاجه كاينه في هذا، ما تشوفش هذا الشيء هذا اللي كاين دابا، هاد المشاكل هاد الشباب وهذا والتربيه، كل شيء كاين في الدين ديالنا. الدين تعامل، خصك تتعامل مع اي واحد، تتعامل مع الناس ماشي تتعامل مع المسلمين، خصك تتعامل مع اجانب ولا مع اي واحد خصك تتعامل مزيان. والاخلاق كاينه عاود في الدين ديالنا، انا كنتمنى كل مسلم يكون كيعرف شنو هو الاسلام باش يقدر ديك الساعه يكون مزيان الحمد لله. تقدري تعاودي لي كيفاش تطبقي هاد المسائل اللي قلتي لي في الحياه نتاعكم، يعني في الحياه نتاعكم داخل البيت، المسائل اللي مهمة؟ في حال الأولاد ملي كانوا صغار كنا كنزيروهم على الصلاة، دا
دائما كنحاولوا معهم باش يصليوا هادي ملي كبروا انت كتعرف كبار صعيب شويش ولكن دائما كنقول لهم خصكم تصليوا ودائما خصكم تصليوا في الوقت كتهضر معاهم والحمد لله هما كي حيت تربوا في المغرب وقراوا في المدرسة المغربية كيعرفوا القرآن وكيعرفوا الدين وكيعرفوا بعد كيعرفوا الدين ديالنا شنو هو. انا كنصح كل مسلم يعرف ولادو على الدين ديالنا شنو هو حيت كيعاون بزاف في الحياة فحال خص الآداب والصواب يكون مع الناس وتكون ديال الناس كاملين وهذا الشيء كنعلم ولادي عليه. شنو هي المراحل الدينية اللي عندكم مهمة هنايا هنا في هولندا يعني كمسلمين كعائلة مسلمة بالخصوص ليكم انتوما؟ شنقول لك العائلة المسلمة خصها بالنسبة لي أنا بالنسبة لكم انتوما كعائلة شنو عندكم مهم بزاف من ناحية دينية؟ مهم خصني العائلة يصليو هذيك واحد الحاجة ولا بد في الدين ديالنا الإسلامي وفحال البنت خصها تعمل الاحتجاب ولكن بالخطر ديالها كتعاود لها شنو كتهضر معها وتنصحها وكتبقى هي مسؤولة في الأول تي مسؤولة عليها ولكن ملي كتبقى تنصحها وتقول لها شنو هذاك الاحتجاب خصو يكون بالخطر ديالها ما يكونش بالسيف حيت شحال البنات كيعملوهم رغم الوالد ديالهم كيزيوهم ولكن بعد كيزولوهم برا هذاك انا عندي ماشي حل وخص يكون الاحترام في الدار الاحترام للوالدين ونهضروا معهم باش يحترموا الاساسيد ويحترموا اي واحد اللي كثر منهم باش نقول لك هذه المسائل زعما اللي كنشوف انا مهمه في وشنو هي الحفلات الدينية اللي عندكم مهمة بزاف؟ الحفلات الدينية مش غنقول لك فحال العيد الصغير ولا كاين هذاك العيد الصغير والعيد الكبير والعاشور عيد المولد. وكيفاش تتحتفلوا بهالحفلات هنا في هولندا؟ شان نقول لك العيد الصغير كان نعملوا حلويات في الدار وكيعملوا العيد الصغير كيعملوا البدله جديده عليهم وكنمشيو اذا كان عندنا شي اصدقاء ولا هادي كنمشيو عند بعضيتنا والعيد الكبير كنذبحوا واخا الذبيحه ما كايناش في الدار هنا في هولندا ولكن كنذبحوا في الكورنه كنجيبوا الحولي وكنعملوا المسائل العيد الكبير هي ديك الاكلات نهار العيد وعندنا بعض الاكلات اللي كاينه عاود كنتخاف غير في الاعياد فحال التحليه فحال كنعمل الطلعه كيمكن نعملها نهار وقت اخر ولكن بالخصوص في العيد الكبير والمغارز وفي العاشور كتشين العيل كتعبيه ويختار اللعاب وهذه كتقول له هذه العاشور ديالنا باش كيبقاو دائما يحسوا بهذاك واخا هنايا يحسوا بالاعياد ديالنا ديال المغرب يحتفلوا بهم باش العيال يطلعوا على هذاك الشيء هذاك هو تيلعب يعني الدين دور كبير في الحياه نتاع الولاد نتاعك معلوم كنشوفوا زعما راه الدين شي حاجه كبيره في وشنو اللي تيلعب دور كبير بالخصوص شنقول لك انا قلت لك في الاول على حسب الدين هو المعامله والاخلاق وفي رمضان عاود خصيصو رمضان هذا تقدري تقولي لي كيفاش عندكم الكونتاكت هنا مع الى عندكم لا فامي هنا عندكم في روتردام انا قلت لك العائله ما كايناش هنا في روتردام عندي في امستردام في امستردام عندي العائله وكيفاش عندكم العلاقه مع بعضياتكم
مزيانة، عندي الحمد لله العلاقة مع أي واحد مزيانة، والعلاقة مع العائلة في البلاد حتى هي هيداك حيت تولفنا هيداك وطلعنا على داك الشيء هذاك. وتقدري تقولي شي حاجة كيفاش يعني الكونتاكت عندك مع الناس من المجتمع المغربي؟ عندي الكونتاكت الحمد لله مزيان، كاين الاحترام وكاين كل واحد على حساب، ماشي كتعامل مع الناس كاملين كيف كيف، كاين الناس اللي كتعامل معهم على حساب الخدمة، كاين الناس اللي كتعامل معهم على حساب الصحبة ديالك، وداك الشيء خصه دائما يكون واحد العلاقة على حساب. وكيفاش عندك العلاقة مع الناس الهولنديين؟ حتى مع الهولنديين نفس الشيء، عندي العلاقة الحمد لله معهم، كيجيو عندي هنا للدار كنمشي عندهم، حتى هما عندي نفس العلاقة اللي كنعملها مع المغاربة. وعندك صحاب هولنديين؟ عندي ماشي بزاف ولكن عندي. وكيفاش تتشوفي لهاد الصحبة مع الهولنديين؟ كنشوفها مزيانة بزاف. واحد المرة نعاود لك كيفاش، واحد الصحبة مع كنت صاحبت مع واحد الهولندية، ومن بعد هبط للمغرب وتفكرت روح النار قلت انا عيط لها في التليفون، ومن بعد ملي عيطت لها قالت لي ياك عندك شي مشكل شي حاجه، حاسبه منين عيطت لها غاوي اذا كان شي مشكل زيال لها راجلي دالي الكواغات ولا شي حاجه، وقالت لي ياك لاباس مزيانه مع راجلك هادي، قلت لها كل شيء مزيانه انا عيطت سقسيت هنا كان مزيانه، وجات شي حاجه كبيره ملي جيت هنا بقات كتقول لها كل شيء فيما تلاقينا كتقول لها هذاك الهولنديين، كتقول لهم عمري ما تصاحبت مع شي واحد وعيط لي هذاك من المغرب، حتى حاسبه عندها شي مشكل باش عيطت لي. وتظني بلي كاين فرق بين العلاقات بين المغاربه وبين المغاربه وهولنديين الا كان صحبه ولا لا ولا كيف كيف؟ ما كنظنش على حسابتنا، حتى المغاربه مع بعضهم، انا على حساب اللي كنشوف نفس الشيء، لا المغاربه مع بعضهم ولا الهولنديين مع بعضهم ولا الهولنديين مع المغاربه او المغاربه مع الهولنديين، خص يكون غير الاحترام متبادل، هذا هو المشكل. تقدري توصفي لي الدور نتاعك يعني دابا كخدامه يعني من البوزيتي تاعك نتاع تريد تاعك في المجتمع المغربي، كيفاش تشوفي هذا الدور نتاعك؟ كنشوف انا كيجيني مزيان، وحيت كنشوفه مزيان حيت شفت كيتحس زعما كاين شي تحسن كنحس به انا على داكشي، عجبتني هاد الخدمه وهذا الشيء اللي ماشيه فيه، حيت كنشوف كاين واحد شويه التحسن، غير اللي كاين مع المغاربه التحسن ما كيظهرش دغيا، خصو واحد الوقت عادي يمكن يبان. ممكن تلعبي دور مازال مهم بالمجتمع المغربي؟ معلوم، شحال ما قدرت وشحال ما جبرت نعاون ولا نعاون المغاربة، فهمتي أي حاجة اللي نقدر نعاون فيها كنعاون فيها ماشي مشكل. تقدري تقولي لي كي كنتي في المغرب رجعتي كنتي خدامة ولا كنتي جالسة في الدار؟ في المغرب كنت كنخدم متطوعة صافي، كنخدم مع في جمعية الآباء، وهذاك الهدف ديالي حيت ولادي في هذيك المدرسة كندخل أنا في جمعية الآباء باش كنعاون ولاد آخرين، كنعاون نيت ولادي وولاد آخرين بالمدرسة، دائما كنشوفو العيال اللي ضعافة ولا هادي، وكنشوف الناس اللي لابس عليهم، وكيعطيونا هذاك كيعطيونا واحد المقدار، وكنعاونو هذاك العيال اللي ما عندهم شي، المهم دائما كان عندي دور مع الوالدين ومع العيال المهم حسب الكلام تاعك عندك تجربة اللي متفرقة على ثلاثة، عندك تجربة يعني نتاع العمل في المغرب، وعندك تجربة في الأول كي جيتي هنا لهولندا، وعندك تجربة كي دابا خدامة يعني في تريد تاعك. تقدري تقولي واش تشوفي واحد الفرق بين هاد الاختلاف نتاع العمل اللي درتي؟ واش كاين تغير؟ معلوم دابا ملي كنت متطوعة بعدك
هنا في هولندا ما كنعرفش فين كاين الخرانس ديالي، اي حاجه كنعملها. ولكن دابا كنعرف عندي واحد الخرانس، كان واحد الحدود اللي كنخدم كنعطي هذيك الدروس، وكان الوقت اخو كنمشي فيه المدرسه، وقت اخو كنمشي للاداره، الوقت اللي باقي اللي كنمشي للاداره تما. المهم كذا كاين الفرق بنادم اذا كان خدام، خدام كيكون شابر واحد النظام ديال الوقت، وكتعرف راسك شابر واحد الطريق. يعني الفرق فين كيكون بالضبط؟ شنو نقول لك، في الخدمه، في الخدمه اللي كنعمل كتكون دابا الخدمه هذه شابره انا داك التبيض التاش ولا الدروس اوب فودين، صافي ما كيمكنش نعمل حاجه اخرى، ما عنديش الوقت باش نعمل حاجه اخرى. دابا غادي نرجعوا للنقطة نتاع الرباط بالمغرب. كيفاش تحاولي تخلي داك الرباط بينك وبين المغرب وانتي جالسة هنا في هولندا؟ شنو نقول لك، انا عندي رباط بزاف بيني وبين المغرب. كنمشيو حنا نزورو المغرب، كنزورو العائله، والعائله كتجي عندي عاود في وسط السنه، عاود كتزورني هنايا، ودائما على اتصال. اذا ما اتصلتش انا كيتصلوا من المغرب. عندي اتصال دائما بيني وبين المغرب. وكي تكوني في المغرب تما كيفاش تحسي كي تخرجي من هولندا؟ كتحس عاود بحال اللي خليتي عاود بلادك. دابا حنا مقسومين على جوج، هنا بلادنا وتما بلادنا. يعني كنمشي كتبقى فيا هنايا دارك ومطعاك، ودائما كتحس شي حاجه خليتي موراك، وملي كتكون عاود هنا كتحس عاود شي حاجه موراك. شنو تتوحشي الاكثريه كي تكوني هنا في هولندا في المغرب؟ كنت وحشنا الوالده ديالي وخوتي والعائله، وكنت وحشنا الطبيعه والشمس. بنادم كيتوحش لبلادو. شنو هو الفرق الكبير بين الحياه هنا والحياه في المغرب؟ الفرق اللي كاين بين الحياة هنا وفي المغرب هي تما، تما عن العائلة كتجمع مع بعضها بزاف، وعنا والصحبة حين كنت تما عايشة عنا دائما كنمشيو عند واحد، واحد المجموعة ديال الصحبة، وكل مرة كنمشيو عند واحد ما عمري ننسى هذيك الأيام اللي كوزتها. وبعض المرات كنخرجو نمشيو للطبيعة، ولا كنمشيو للبحر، ولا كنمشيو. كنت كل أسبوع كندي ولادي بالطوموبيل وكنمشي نتسارى السبت والحد، ولا الحد ولا السبت كناكلو برا تما. زعما كان هذاك الشيء شان نقول لك ما كاينش، ما كنجبروش هنا، واخا كنحاول نعملوه حتى هنا كنخرجوا داك السبت والحد هادي، ولكن ماشي فحال هنايا. غير الجو بعدك اول حاجه، غير الجو ما كيعطيكش باش تخرج برا، وباش تكون عاود العائله ما كايناش. انا كنقول لك العائله ما كايناش هنايا، وهذا هذا الفرق اللي كاين. كيفاش تحسي راسك، مغربيه ولا هولنديه؟ انا كنحس براسي مغربيه. و الى فين تبغي تندفني نهار اللي يوصل الوقت؟ شنو نقول لك، ما كرهتي في المغرب. ويلا ندفنتي هنايا شنو هو الرأي نتاعك؟ وإذا كتب وندفنت هنا عاود، هي من ناحية زعما فيما ندفنتي الروح كتوصل عند ربي فيما كنتي. زعما إذا كتب وتدفنت هنا عاود بحال بحال. شنو كيفاش تيبان المغرب للولاد نتاعك؟ كيعجبهم بزاف، وكيعجبهم البحر، يمشيو تما يصيف في الصيف، يجوزوا العطلة ديالهم، ودائما حتى هما عندهم العلاقه بزاف مع العائله في التليفون، وكيكتبوا رسائل. كيفاش تيشوفوا المغرب، كيفاش تيشوفوا المغرب معاهم عايشين هنا؟ كيشوفوها مزيان، يعني بلادهم مغرب ولا بلادهم هولندا ولا بجوج؟ كيشوفوا بجوج، حين كيكونوا في المغرب كيقولوا لك هولندا، هولندا بلادنا، حيت خلقوا هنا
دائما عندهم شويه النص، عندهم انا كيجيني النص ديالهم هنا والنص في الماي. المهم الا جينا نشوفوا الحياه نتاعك، تزوجتي 16 عام وجيتي لهولندا، الواحد تيكون عنده هدف، تتكون عنده احلام. المهم دابا دازت مده 24 عام، خرجوا هذوك الاحلام اللي كنتي تفكري فيهم ولا الاهداف اللي كنتي بغيتي توصليهم ولا لا؟ الحمد لله ملي بنادم بقى مجوج بعدك، ما حيت الحياة صعيبة ماشي سهلة، لازم كيوقع مشاكل، كيتلاقى بنادم بزاف ديال الحاجات في الحياة ديالو، ولكن الحمد لله ملي كيبقى مجموع الأسرة ديالو مع راجلو مع ولادو، هذيك أنا كنشوفها مهمة بزاف. والحمد لله ملي العيال الحمد لله مزيانين، ما مخلطين، ما عندهم، ما كيعملوش حاجة مش مزيانة، مع الخدمة والقراية ديالهم الشي ديالهم، هذاك هو الهدف ديالي واللي كنت كنحلم به. كنت كنخاف ولادي ما يكونوش مزيانين، هذيك كنت كنخاف دائما، كنخاف ولادي الله يستر يكونوا في الشوارع مطلوقين. ولا كان عندك داك الخوف هنا في المجتمع الهولندي ولا حتى في المجتمع المغربي؟ لا، حتى في المجتمع المغربي دائما عندي هذاك الخوف، واخا يعيشوا في المغرب ولا يعيشوا هنا، حيت كاين هذيك المشاكل حتى في المغرب كاينه بزاف. وكاين شي مسائل اللي كنتي تتفكري باش تطيحي فيهم وانتي ما تحطيش فيهم؟ حاليا بحال ممكن دابا عطيتي المثال نتاع التربية نتاع ولادك، كنتي تقولي ممكن يصدق هذاك الشيء ماشي مزيان، الساعة هذاك الشيء الحمد لله خرج كل شيء مزيان، كاين مسائل بحال هذاك الشيء ولا لا؟ لا، هو هذاك الشيء اللي كنت كنفكر كنخاف بالك ما يكونش مزيانين، والحمد لله المسائل مشات مزيانه، ولكن بعد مشقه. راه العيال خصهم واحد، خصك تتبعهم بزاف باش تقدر تلحق هذاك الشيء اللي بغيتي. شنو هي المسائل اللي ما خرجوش اللي كما كنتي تشوفيهم، كنتي تنوي باش يخرجوا هما ما خرجوش؟ واش غنقول لك، فحال دابا فحال الدين كان كيخصني يكونوا مدينين شويه اكثر من هذا الشيء اللي ماشيين فيه دابا. شنو هي المسائل اللي تنويها في المستقبل بالنسبة لك وراجلك والولاد نتاعك؟ واش غنقول لك، كنتمناو اذا كتاب حين نكبر ونرجع، حين مع الوقت يرجع بنادم بحالو لبلادو. وولادي كنتمناهم يكونوا يبقاو مسلمين ويربيو ولادهم حتى هما على الطريقة الإسلامية، ويكونوا مزيانين عاود في الحياة ديالهم. هادشي اللي كنتمناه، وكنتمناها لكل مسلم وكل أي واحد في الحياة. وبغيتي تشرفي هنا ولا في المغرب؟ واش غنقول لك، ما كرهتي في المغرب، ولكن دابا ملي ولادو هنا، ولادك عايشين هنا، كتبقى صعيب باش تمشي وتخلي عاود ولادك هنا في هاد الساعة باقية. ما عنديش شي واحد الفكرة. شكرا. لا، شكرا.